أعلنت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب الدولية المدرسية البحرين 2024 أعلنت فتح الباب رسميا للمتطوعين الراغبين في تقديم طلب المشاركة في تنظيم دورة الألعاب الدولية المدرسية المقرر أن تستضيفها مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر عام 2024 برعاية ملكية سامية. ومن المتوقع أن يشارك في النسخة المقبلة من دورة الألعاب المدرسية حوالي 1500 متطوع يشغلون المناطق السياحية والثقافية والتعليمية في المواقع الخاصة بالدورة. بهذه المناسبة أكدت اللجنة التنفيذية للدورة أهمية تعزيز ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي عبر الانخراط في الأعمال التطوعية، بما يسهم في تحويل الجهود الوطنية المخلصة إلى نهج من التخصص والاحترام. قالت اللجنة إن فتح باب التطوع للمشاركة في الدورة بهدف دعم الشباب البحريني في اكتشاف المواهب وتعزيز مساهماته في تنمية الوطن في المجالات الرياضية، حيث سيتم اختيار المتطوعين المستوفين للشروط المعتمدة بهدف تدريبهم وتنمية قدراتهم. أوضحت اللجنة أن مراجعة الطلبات ستتم من قبل الجهة المختصة في الاختيار لتحديد المترشحين المؤهلين بناء على مجموعة من المعايير.